بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين، وباسم المولى عز وجل نبدأ وبه نستعين. السلام عليكم أحبتي الطلبة، يسرني أن أضع بين أيديكم هذا العرض الموجز والذي تم صبغه كمحاضرات قبلا على منصة المركز الجامعي مغنية، واستجابة منا للتعليمات وتنفيذا للمرحلة الثانية من التعليم عن بعد، ارتأينا أن نقوم بهذه الخطوة ونحاول شرح المحاضرات بهذه الطريقة علها تكون مجدية وكفيلة أكثر بإيصال المعلومة لكم أعزائي. كنا قد عالجنا في المحور الأول نقطتين، الأولى تتعلق بمنهجية تقديم استشارة قانونية، الثانية تخص منهجية تعليق على نص قانوني سواء كان تشريعيا أو فقهيا. لنمر للنقطة الثالثة وهي من هذا المحور، ويتعلق الأمر بمنهجية تعليق على الأحكام والقرارات القضائية. نفتتح هذا الموضوع بمقدمة طبعا، بعدها سنعرج على مفهوم الحكم والقرار القضائي، لنمر بعدها لمكوناتهما، لنصل لبيت القصيد المتمثل في مراحل التعليق على الحكم والقرار القضائي، وفي الأخير نختتم العرض بجملة نصائح. يمثل التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية أهم أنواع الدراسات التطبيقية. لماذا؟ لأنه يجمع ما بين المعارف النظرية التي تعلمها الطالب في مادة قانونية ما، وطرق وأساليب المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم هذا الحكم أو القرار. فالطالب إذن قد يواجه في دراساته الأكاديمية بعض التطبيقات الواقعية للقرارات القضائية أو الأحكام، بحيث يعرض أمامه مجموعة وقائع قد صدر حكم أو قرار بشأنها ويطلب منه التعليق عليها. إذن دراسة منهجية التعليق على القرار أو الحكم القضائي أمر ضروري لطالب الحقوق من جهة، ومن جهة ثانية هذه الدراسة تحقق غاية معينة، ألا وهي المزاوجة بين المعارف النظرية للطالب وأساليب المنهجية القانونية التي تمكنه من تقييم هذا الحكم أو القرار. من هنا يتجلى لنا المقصود بالتعليق على الحكم أو القرار القضائي. التعليق ما هو إلا عبارة عن تلخيص للتحليل الدقيق لقرار أو حكم قضائي، فينطلق الطالب من المعلومات الشخصية التي تلقاها في دراساته النظرية حول موضوع محل التعليق ليناقشه ويحلله تطبيقيا، أو بعبارة أخرى هو مناقشة أو تحليل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية تلقاها الطالب في المحاضرة. تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التفرقة بين حل مسألة قانونية والتعليق على حكم أو قرار قضائي، كون الأولى أي المسألة القانونية مجموع وقائع عملية يطلب من الطالب إيجاد حل قانوني لها، بينما القرار أو الحكم هو مجموع وقائع عملية أعطت لها إحدى المحاكم حلا، ويطلب منك كطالب أن تحلل هذا الحكم ونقاطه القانونية والنظر فيما إذا كان يوافق النصوص القانونية أو يعارضها، وفيما إذا توافق مع اجتهادات المحاكم والرأي السائد أو رأي الفقه السائد. ما نلاحظه بشأن تعريف أو مفهوم الحكم والقرار القضائي أن الفقه يوسع من مفهوم الحكم ليجعله يشمل كل ما يصدر عن الجهات القضائية المختلفة مهما كانت درجتها، في حين نجد القانون يفرق بين المفهومين، إذ يسمى حكما قضائيا جيجمو ما يصدر عن محاكم الدرجة الأولى، بينما يسمى قرارا قضائيا أغي ما يصدر عن المجلس القضائي والمحكمة العليا ومجلس الدولة.
ما هي مكونات الحكم والقرار القضائي؟ لو ألقينا نظرة على أي حكم أو قرار قضائي نجده يتألف من الأقسام والعناصر التالية: العنصر الأول هو الديباجة، كما هو الشأن في كل بحث، كذلك في الأحكام والقرارات القضائية هناك مقدمة أو ما يسمى بالديباجة، وإن اختلفت العناصر التي تتألف منها المقدمة مقدمة البحث عن مقدمة الحكم أو القرار. دور المقدمة بطبيعة الحال هو تمكين المطلع على القرار أو الحكم من التعرف العام عليه تماما كمقدمة البحث. من مشتملات الديباجة مثلا: اسم المحكمة، تاريخ ومكان صدور الحكم، أسماء الخصوم وصفاتهم ومواطنهم، أسماء القضاة، عضو النيابة العامة، كاتب الجلسة، المحامي، إلى ما ذلك من مشتملات كعبارة باسم الشعب الجزائري. ثاني عنصر هي الوقائع. الوقائع ما هي إلا تلخيص للخصومة أو وصف للنزاع قبل وصوله للقضاء، حيث تصف هذا النزاع قبل وصوله إلى القضاء والإجراءات في مراحل التقاضي السابقة إن وجدت طبعا، ثم طلبات دفاع ودفوع الخصوم، حيث من قراءتها وفهمها يتم الوصول إلى تحديد المعضلة أو النقاط القانونية. ثالث هذه العناصر هي الحيثيات. الحيثيات هي تسبيب للحكم وتعليل له، وبهذا يمكن القول عنها أنها تلك الأساليب الموضوعية والقانونية التي دفعت القاضي إلى اختيار الحل الوارد بمنطوق الحكم. بمعنى آخر، لماذا أيد القاضي أو رفض طلبات الخصوم؟ لهذا تحتل الحيثيات الجزء الأكبر في الحكم بالنسبة للقانون، وتمثل الجانب الأكبر فيه، ولأن هذه الفقرة أي الحيثيات تجمع ما بين التكييف والتعليل، تكون بهذا من جهة أخرى قد جمعت ما بين القاعدة والتطبيق. بعد الحيثيات تأتي فقرة منطوق الحكم أو القرار، وما منطوق الحكم إلا نتيجة له، وهذا هو الجزء الذي يهم الخصوم. لهذا نجده يتضمن ما قضت به المحكمة في الطلبات المعروضة أمامها، ويهتم به أطراف النزاع لأنه الجزء الذي تعلن فيه المحكمة رفض الدعوى أو رفض الطعن أو قبول طلبة المدعي إلى غير ذلك. نجد منطق الحكم في العادة يبدأ بعبارة لذلك أو لهذه الأسباب مكتوبة وسط السطر، وقد تسرد المحكمة العديد من أشباه الجمل والجمل الكاملة المتعلقة بهذا، مثلا بعد الاطلاع، بعد سماع، لكن في العادة نجد عبارة لهذه الأسباب ثم تنتهي بالجملة الرئيسية قررت المحكمة. ما هي مراحل التعليق على الحكم أو القرار القضائي؟ بعد أن تعرفنا على شكل القرار القضائي وأقسامه، يصبح بالإمكان الانتقال إلى المنهجية التي يمكن للطالب اعتمادها للتعليق عليه. لا بد من التذكير هنا أن المنهجية تتغير وفقا لأسلوب الأستاذ المحاضر والجامعات، كما أنها قد تختلف جزئيا بتنوع مواد القانون. مثلا التعليق على قرارات المحاكم الإدارية قد يختلف عن التعليق عن قرارات مدنية أو جزائية، لذلك فإن تركيزنا سيكون نوعا ما على منهجية مشتركة يمكن اعتمادها كإطار للعمل في كافة أنواع الأحكام والقرارات. إن التعليق على الحكم والقرار القضائي يتطلب منك كطالب اتباع منهجية معينة، مما يحتم عليك من أجل ذلك المرور بمرحلتين لازمتين وأساسيتين: المرحلة التحضيرية والمرحلة التحريرية. نبدأ بالمرحلة التحضيرية. عليك عزيزي الطالب في هذه المرحلة أن تقوم باستخراج العناصر التالية:
الوقائع، الإجراءات، الادعاءات، والمشكل القانوني. نبدأ بالوقائع. أول شيء تبدأ باستخراج الوقائع. ما المقصود بالوقائع؟ الوقائع هي كل الأحداث السابقة على الدعوى والتي تكون سببا في خلق النزاع أو فيها مساس بحق لشخص اكتسبه بموجب القانون، مما يستلزم عليه رفع هذا الاعتداء. ماذا ينبغي عليك كطالب عند استخراج هذه الوقائع؟ أو ما هي الأمور الواجب عليك مراعاتها عند استخراج الوقائع؟ أولاً، عليك استخراج الوقائع المهمة في حل النزاع. المقصود بالوقائع المهمة تلك الأحداث التي حركت النزاع من جهة، والتي تم الاعتماد عليها من أجل إيجاد السند القانوني المناسب لها، وذلك بموجب الحل الذي سيعطيه القاضي في الحكم. من جهة أخرى، نعطي مثالا لنفهم. مثلا، لدينا قرار ذكر فيه أنه تم إبرام عقد بيع شاحنة بين خالد وزكي، وتبين بعد دفع القسط المتفق عليه بين الطرفين أن المحرك فيه عيب، وأن البائع خالد لم يذكر للمشتري زكي ذلك. هنا قام زكي بضرب خالد لشدة غضبه من جراء ذلك. فإن كان القرار يعالج مسألة المسؤولية العقدية الناتجة عن عيب التدليس، فلا داعي لذكر واقعة الضرب ضمن الوقائع. ثاني شيء يجب على الطالب مراعاته عند استخراج الوقائع هو استخراجها وفقا للتسلسل الزمني وحسب وقوعها وترتيبها بشكل نقاط، حيث عليك حينها أن تعرض ذلك بأسلوبك الخاص كمعلق على القرار، ولا تقوم باقتطاع أجزاء منه وإدراجها كوقائع. لنعطي مثال، ذكر في القرار أو الحكم أنه صدر إيجاب من أحمد لمحمد في شهر جانفي، وفي شهر أبريل صدر إيجاب ثاني من أحمد لخالد، ليتبين بعدها أن محمد قد أصدر قبولا لأحمد في شهر مارس. إذن أنت ترتب هذه الوقائع تسلسليا كالآتي: صدور إيجاب من أحمد لمحمد في شهر جانفي، صدور قبول من محمد لأحمد في شهر مارس، صدور إيجاب ثاني من أحمد لخالد في شهر أبريل. عليك أيضا أن تبتعد عن الافتراض، بمعنى لا تفترض وقائع لم تذكر في القرار أو الحكم. فأثناء تعليقك عليك أن تقتصر على عرض العناصر الواقعية الواردة في الحكم أو القرار موضوع التعليق، وبذات الكيفية التي عرضت بها على المحكمة. إذ من غير الجائز أن تتكهن أو تفترض أو أن تضيف عناصر واقعية لم ترد في القرار أو الحكم. مثال، إذا ذكر في القرار أن زيد باع قطعة أرضية لعمر بموجب عقد عرفي، فقام عمر بدفع جزء من الثمن، وبعدها وقع نزاع بينهما حول صحة العقد كونه لم يفرغ في قالب رسمي. هنا الطالب أثناء تعليقه لا يذكر أن النزاع الذي وقع بين الطرفين كان بسبب عدم تكملة الثمن المتبقي إذا لم يذكر ذلك في القرار أو الحكم فعلا. ما يجب عليك كمعلق على الحكم أو القرار أيضا؟ أن تقوم بتكييف الوقائع تكييفا صحيحا. لماذا؟ لأن التكييف الصحيح يؤدي إلى دراسة صحيحة للموضوع، وبالتالي الوصول لحل قانوني سليم. لنعطي مثالا، إذا حصل نزاع حول بطلان عقد إيجار سكن، ذلك لأن المستأجر استخدمه كمكان مثلا لتخزين المخدرات أو وكر للدعارة، فالعقد هنا يكون باطنا بطلانا مطلقا لكون سبب العقد مخالف للنظام العام والأداب العامة، أي لعدم صحة ومشروعية السبب وليس محل عدم صحة ومشروعية محل العقد. استخراج الطالب للوقائع
على النحو السابق يمر إلى استخراج الإجراءات. ما المقصود بالإجراءات؟ الإجراءات هي مختلف المراحل القضائية التي مر بها النزاع عبر درجات تقاضي إلى غاية صدور القرار محل التعليق. هنا مهمتك كمعلق على القرار أو الحكم تتمثل في عرض موجز لمراحل النزاع وبشكل واضح، حيث يقتصر هذا العرض على تبيان مراحل النزاع القضائية من حيث التقدم بالمطالبة أمام المحكمة إلى أن يصدر الحكم أو القرار موضوع التعليق. وعند استخراج هذه الإجراءات لا بد من مراعاة الأمور التالية: تحديد الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع، بمعنى يبين الطالب ما إذا كان هذا الإجراء قد تم أو كان على مستوى المحكمة أو المجلس القضائي، المحكمة العليا مثلا. ثاني أمر يجب مراعاته عند استخراج الإجراءات هو أن تبين كل إجراء وبدقة وإيجاز، مع ذكر كل النقاط المتعلقة به، كأن تذكر طرفي الدعوى، نوع العريضة المقدمة، الجهة القضائية التي تم المثول أمامها، بماذا يطالب المتقاضيان، نوع المحرر الصادر، والجهة القضائية التي أصدرت، وبما يقضي مثلا. كما على الطالب ألا يقوم بالافتراض، بمعنى ألا يفترض إجراء جديدا لم يكن في الدعوى. مثلا إذا كان القرار القضائي محل التعليق صادر من المجلس القضائي، فالإجراءات تنتهي بمجرد صدور القرار من المجلس القضائي. المعلق لا يفترض أن أحد الأطراف قد طعن بالنقد أمام المحكمة العليا. بعد أن قام الطالب باستخراج الوقائع ثم الإجراءات، عليه أن يقوم باستخراج الإدعاءات. ماذا نعني بالإدعاءات؟ من تسميتها يتبين لنا أن الإدعاءات ما هي إلا مزاعم وطلبات أطراف النزاع والأسس القانونية التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم. وكون هذه الإدعاءات متقابلة ومتضاربة، فإن هذا يؤدي إلى طرح مشكل قانوني حتما. هذا يحتم على القاضي أن يجد حلا له بغية الفصل في النزاع. وعند استخراج الطالب المعلق على الحكم هذه الإدعاءات، لا بد أن يراعي الأمور التالية: أولا ذكر الإدعاء مع شرح كل الحجج والأسانيد القانونية التي استند عليها كل طرف. فمثلا لا يكفيه أن يقول أن فلانا يدعي مخالفة وسوء تطبيق مخالفات أو سوء تطبيق القانون، بل لابد عليه أن يذكر هذا النص القانوني الذي أساء القاضي تطبيقه. لماذا؟ لأن هذا النص القانوني يلعب دورا كبيرا في استنباط المسألة القانونية محل التعليق. بعدما يشرح بصفة موجزة حجة المتقاضي ودليله على صحة ادعائه، لنعطي مثالا واضحا. مثلا يدعي عبد الله سوء تطبيق المادة 134 من القانون المدني الجزائري، ذلك أن القضاة اعتبروه أي عبد الله مسؤولا عن الضرر الذي تسبب فيه ابنه أيمن، بينما المسؤول الحقيقي هنا هو مدير المدرسة، لأن الضرر وقع أثناء تواجد أيمن في المدرسة. عند استخراج الطالب للإدعاءات لابد أن يراعي مسألة الترتيب، إذ لا بد من أن يذكرها مرتبة. مثلا إذا كان القرار صادرا عن المجلس القضائي، فيقوم المعلق بذكر ادعاءات المستأنف ثم ادعاءات المستأنف ضده، وعليه أن يوردها في شكل نقاط ويعرض كل ادعاء على حدة، كما عليه أن يتجنب النقل الحرفي لحيثيات القرار، بمعنى أنه يعيد ذكر الادعاءات لكن بأسلوبه الخاص وباختصار. العنصر الأخير الواجب على المعلق أن يستخرجه، وهو المشكل القانوني. يقصد بالمشكل القانوني ذلك السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند فصله في النزاع بعد سماعه لادعاءات الخصوم. فنظرا لتضارب الادعاءات يتولد لدى القاضي مشكلا قانونيا
يجد له حلا في أواخر الحيثيات في أواخر حيثيات الحكم الذي يصدره، وقبل وضعه لمنطوق الحكم. الطالب يتوصل لاستخراج فالطالب عفوا يتوصل إلى استخراج المشكل القانوني من الادعاءات، ولكن عليه أن يراعي مجموعة أمور عند استخراجه لهذا المشكل. لا بد من أن يطرح المشكل القانوني في شكل سؤال، مثلا: هل العقد المبرم بين زيد وعمر يستدعي إفراغه في قالب رسمي؟ هل العقد العرفي المبرم بينهما باطل؟ ما هي الأثر القانونية المترتبة على ذلك؟ إذن يكون طرح المشكل القانوني في شكل سؤال. طرح المشكل القانوني في صيغة قانونية: أنت كطالب قانون تعد رجل قانون، لهذا عليك استخدام الأسلوب القانوني في صياغة الأسئلة التي تتبادر إلى ذهنك. فمثلا بدل من أن تطرح السؤال كالآتي: هل لزيد الحق في أن يبيع لعمر قطعة أرضية بورقة عرفية؟ يكون سؤالك كالآتي: هل تعد الشكلية ركنا من أركان عقد البيع العقاري؟ ثالث مسألة ينبغي مراعاتها عند طرح المشكل القانوني: لا بد أن يكون هذا المشكل القانوني دقيقا. المقصود بالطرح الدقيق للإشكال أو للمشكل القانوني هو وجوب احتوائه على كل ما يتعلق بالنزاع من عناصر أساسية، فيكون بهذا دقيقا إلى أبعد حد ممكن. مثلا بدل أن يطرح المشكل طرحا عاما كالآتي: من المسؤول عن الضرر الذي سببه الطفل أيبن؟ هل هو الأب أم العمة؟ يطرح طرحا دقيقا عن النحو التالي: هل يسأل الأب عن الضرر الذي ألحقه أيمن بالجار بصفته متوليا للرقابة على ابنه القاصر، أم تسأل عمته باعتبار أن الطفل كان متواجدا عندها أثناء وقوع الضرر، وباعتبار أن الرقابة انتقلت إليها اتفاقا؟ كما يجب أن يراعى في طرح المشكل القانوني أن يكون هذا الطرح تطبيقيا، أي لا بد من تجنب الطرح النظري الذي لا يمت بأي صلة للقضية التطبيقية المعروضة، بل عليه أو لا بد على المعلق أن يطرح سؤالا متعلقا بالنزاع المعروض في الحكم أو القرار. مثال: بدل طرح السؤال التالي: هل التدليس عيب في العقد؟ ما هي صوره وآثاره؟ هذا طرح نظري، عليك كطالب قانون أن تطرحه بالشكل التالي: هل وقع زكي في تدليس؟ هل يعتبر سكوت خالد عن العيب التقني الموجود في محرك الشاحنة بمثابة حيلة تدليسية تؤدي إلى إمكانية إبطال العقد؟ بعد أن ينتهي الطالب أو تنتهي أنت كطالب من إعداد بعد أن ينتهي الطالب من إعداد المرحلة التحضيرية ينصرف لثاني المراحل، وهي المرحلة التحريرية. والمقصود بها كيفية تنفيذ التعليق أو المنهجية العملية التي يتم اعتمادها في القيام بالتعليق على القرار. إذن في هذه المرحلة يتم تقييم الحكم أو القرار القضائي، أي إبداء الرأي الشخصي من خلال مناقشته أو تقديم الحل من الوجهة القانونية. لهذا تقتضي هذه المرحلة وضع خطة، وبعدها القيام والانصراف إلى مناقشة القرار. فيما يتعلق بالخطة: عند وضعنا كمعلقين على القرار لخطة مناقشة، لا بد من مراعاة واحترام الأمور التالية:
أن يكون تصميمها كتصميم البحث العلمي تماما، تفتتح بمقدمة ثم صلب موضوع فخاتمة، أن تكون دقيقة العناوين مع تجنب أن تكون هاته الأخيرة طويلة أي العناوين، وتفادي إدراج العناوين العامة في الخطة. ينبغي توخي التوازن والتسلسل المنطقي مع وضع في عند وضع الخطة عفوا، بمعنى أن تكون هذه العناوين مترابطة من حيث المضمون ومتتابعة وفقا لتتابع الوقائع، فنظهر بذلك بداية النزاع في بداية الخطة وننهيها بنهايته. لابد من وضع خطة كفيلة بالإجابة على المشكل القانوني المطروح، فإذا كان من الممكن أن نستخرج نقطتين قانونيتين بحيث تعالج كل واحدة منها تعالج عفوا كل واحدة منها في مبحث مستقل. والتقسيم الثنائي للخطة هو التقسيم المثالي لمعالجة أغلب المسائل القانونية المطروحة من قبل الأحكام والقرارات القضائية. بعد الخطة نمر للمناقشة. مناقشة الحكم هو إبداء الرأي الشخصي فيه وتقييمنا للحل من الجهة القانونية، أي ندرس ما إذا كان هذا الحل القانوني الذي اعتمدته المحكمة يتوافق مع الحل المعتمد في القانون الوضعي وعلى ضوء الآراء الفقهية والاجتماعية للموضوع المطروح. فبعد أن تضع أنت كمعلق الخطة بكل عناوينها على النحو المذكور آنفا، تبدأ من خلال هذه الخطة بمناقشة المسألة القانونية التي يتعلق بها الحكم أو القرار القضائي محل التعليق، بدءاً بالمقدمة، مروراً بصلب الموضوع أو العرض، وصولاً إلى الخاتمة. نبدأ بالمقدمة. للمقدمة أهمية بالغة في التعليق على الحكم أو القرار القضائي، حيث يبدأ فيها الطالب بعرض موجز للمسألة القانونية محل التعليق وبصورة مختصرة، بعدها يقوم بتلخيص قضية الحكم أو القرار في فقرة متماسكة يسرد فيها بإيجاز كل الوقائع والإجراءات والادعاءات، منتهيا بطرح النقط القانونية باختصار، وفي الأخير يقوم بطرح المشكل القانوني في صيغة مختصرة وواضحة على النحو الذي فسرناه سابقا. بعدها ينتقل المعلق على القرار إلى صلب الموضوع أو إلى العرض أو إلى المناقشة، حيث في هذه المرحلة تظهر ملكة الطالب وقدراته، فيبدأ بتحليل النقاط القانونية المثارة أمام القضاء والتي طرحها الخصوم في شكل ادعاءات. يكون تقسيم صلب الموضوع حسب عدد النقاط القانونية المثارة ووفقا لعناوين الخطة، حيث تشمل كل نقطة تقسيما أو عنوانا مستقل. ولكي يتمكن الطالب من القيام بالتعليق يتوجب عليه الاستعانة بالمعلومات النظرية المتعلقة بالمسألة القانونية محل التعليق، ثم يرجع في كل مرة إلى حيثيات الحكم أو القرار محل التعليق ليطبق ويسقط تلك المعلومات على القضية المطروحة ويقارن بين الحل الذي اختاره الطالب مع الحل الذي توصل إليه القضاة، وبهذا يكون قد زاوج بين الجانب التطبيقي والجانب النظري عند مناقشته للحكم أو القرار. وفي الأخير يتوجب على الطالب المعلق على القرار أن يبرز رأيه الشخصي في الحل القانوني الوارد في الحكم أو القرار، ويتأتى ذلك بعد أن يقوم بالمقارنة بين ما توصل إليه هو كطالب وما توصل إليه القضاة، فيخرج من هذه المناقشة إما بتأييد القرار أو معارضته، وفي حالة معارضته للقرار عليه أن يقدم الحل البت. آخر نقطة في التعليق هي الخاتمة. ما هي النقط التي ينبغي على الطالب أن يدرجها في خاتمة التعليق؟ في الخاتمة ينبغي على الطالب
كمعلق على الحكم أو القرار أن يعرض النتائج التي توصل إليها من خلال معالجته له، وذلك من خلال إدراج عدة فقرات في هذه الأخيرة أي الخاتمة. فيقوم أولا بإظهار تقييمه للقانون الوضعي ذاته أو القاعدة القانونية التي طبقتها المحكمة، وبهذا يكون قد استخرج قيمة الحل القانوني عفوا من ناحية المصالح التي يحميها القانون في حد ذاتها. في فقرة ثانية يحاول إبراز الإضافة التي قدمها الحكم أو القرار إلى العلم القانوني. كيف ذلك؟ يكون ذلك بإظهار النتائج التي يمكن أن تترتب على الحل الذي اعتمدته المحكمة على صعيد تصور القانون الوضعي. في الأخير عليه اختتام هذه الخاتمة بنتيجة رئيسية مفادها أن المشكل القانوني الوارد في القرار محل التعليق يتعلق بمسألة ما لها حل قانوني ما، يقوم بذكره طبعا، وبناء على الحل الذي توصل إليه يقوم بالإفصاح إما عن تأييده أو معارضته للقرار أو الحكم مع إعطاء البديل، وبهذا يختتم تعليقه على هذا الحكم أو القرار. في الأخير نضع بين أيديكم هذه النصائح الختامية. ففي القسم الثاني من التعليق على الحكم أو القرار أي في المرحلة التحريرية ينبغي توخي هذه الأمور وتحريها أثناء المناقشة. أولا لابد من مناقشة المسائل أو النقاط بشكل متسلسل وفقا لأهميتها في القرار. ثانيا لابد من الانطلاق من المبدأ القانوني العام ثم إلى تفرعاته أو من القاعدة القانونية إلى الواقع التي ستطبق عليها. نقطة أخرى لابد من مراعاة وتوخي الوضوح في استعمال التعابير القانونية، بمعنى أن لا تستعمل إلا الكلمة اللازمة وذلك بالاقتصار على الكلمة القانونية فقط. وفي الأخير لابد أن يخصص لكل فكرة مستقلة فقرة مستقلة قدر الإمكان. وبهذا نكون قد أسدنا الستار على الموضوع المنهجية التعليق على الأحكام والقرارات القضائية، لنوافيكم لاحقا بالمحاضرات المتبقية إن شاء الله. نرجو من المولى عز وجل التوفيق لنا ولكم، رفع الله عنا البلاء والوباء، وعلى أمل لقاء قريب بحول الله أقول لكم دمتم سالمين.